ما مليت دوار بأوعي؟ ما مليت وما رح مل، بدي ضل ورا لا أعرف وين عم يغط. أمي شبكي؟ من وقت ما أجينا عالشام وأنت شاكة ببابا. هاي الشام، الشام كبيرة وفيها أشكال وألوان، وأنا هذا اللي مخوفني. طيب شو رأيك إني أنا أصير جاسوسة عليه؟ يلا يا سعاد، أخرت على المدرسة. جاي جاي. الله يخليك يا أمي، أنا مو ناقصتك بنوب. روحي يلا معي. يلا خاطرك. هلا بيحرقوا لي على الصفر. خلصنا خلصنا يلا. يا رفيقة الايام الصعبة، انت الصاحبة وانت الحبيبة. شدي حيلك
شدي حيلك ولا كبرتي مثل حكايتي. يا ستي حبيت اعمل لك اياها مفاجأة. مفاجأة؟ شو يعني مفاجأة؟ مفاجأة يعني شغلة بتفاجئه للواحد. بلشت تتفلسف؟ يلا قلي شو هي المفاجأة وشو هي المناسبة؟ يا ستي رح اقول لك، بس امسكي اعصابك لانه الموضوع شوي. هلا خلصني احكي. يا صديقتي العزيزة، الموضوع ما في انه وين قاعد؟ هذا مو مكتبك يا أستاذ. منذ هذه اللحظة التاريخية تقرر أن يصبح الأستاذ حسان المبجل مدير دائرة التخطيط، وتساعده الآنسة سهير عبد الحميد. وين صرنا يا قمر؟ نياله اللي اخذ عقلي. لا ما في شيء. شو قلت؟ يلي قلته انه حضرتي صرت مدير دائرة التخطيط وحضرتك المساعدة. ومنين جبت هالكلام؟ من تم المدير مباشرة. ولعبت عليه؟ لا يا سوس، المخلص بشغله والطموح بعمله ما ممكن يتسكر باب بوشه. معك حق، ما رح تفهميني، كل شيء بوقته حلو. بس ما بصير هيك يا حسان، هو ما عمل لك شيء. يا ستي الرجال ما في منه، مهذب وظريف واكابر احسن مني، بس هذا النمط من الشخصيات مو بمكانه المناسب. يعني انت الشخص المناسب؟ الله يسامحك، اصلا بكره بتشوفي شو راح بعمل بهالدائره. الله يجيرنا من افكارك. استاذ حاتم، استاذ حاتم، انا ابو اسماعيل. فوت فوت ابو اسماعيل، الباب مفتوح. السلام عليكم. اهلين اهلين ابو اسماعيل، الحمد لله على سلامتك. خير؟ صار لي كم يوم ما شفتك. حسيت حالي ها لح اخذ شوية قريب، قمت اخذت اجازة. ايوه حسيت. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شو ابو سعيد؟ كمان انت شايفك تعبان، ما تروح على البيت؟ لا لا الحمد لله خفت السعلة. هدول شوية سعلة ما راح يوقفوني عن شغلي. بعدين يا ابو اسماعيل بدك ياهم يقولوا عني انه الاستاذ حاتم هدوا المرض ونيموا بالفرشه؟ لا، الاستاذ حاتم لساته الاستاذ حاتم. ولسه ما اجى اليوم اللي ارتمي فيه بالفرشه. بسيطه بسيطه، قصدي انه دوامك الساعه 2 بيخلص، ليش عم تضل لهلا؟ ما بخبط لها العاده؟ والشغل يا ابو اسماعيل اللي مكركب لفوق راسي، مين بده يشتغله؟ شوف شوف قديش في ورق بده نسخ وتصنيف وأرشفة. هذا شيء مو سهل يا ابو اسماعيل، هذا بده ناس تشتغله. لا حول ولا قوة الا بالله. ماما سعاد، اذا ما عندك شيء تعي ساعديني نحضر العشاء، قرب يجي ابوكي. خير ماما؟ بشو بساعدك؟ الله يرضى عليك، يساوي لي هالبقدونسات. اتكرم. استاذ حاتم، انت مالك شايف انه الدنيا برد؟ واحد مثلك بلا مؤاخذه لازم يدفي حاله. شو عم تقول؟ برد؟ واذا كانت الدنيا برد؟
نحن هلأ بالدوام الإضافي والمازوت مخصص للدوام الرسمي فقط. بدك ياهن يقولوا عني يا أبو إسماعيل إنه أنا عم دفي حالي وأصرف المازوت؟ لا أبرد أنا معلش، أما يقولوا إنه أنا عم باخد مازوت تعتون هذا ما بصير. يا أستاذ حاتم شو رسمي وشو إضافي؟ أنت نسيان حالك إنه عم تخدم بدائرة حكومية؟ بعدين من واجبها تقدم لك كل شيء، ومن بين هالكل شيء اللي عم تقدم لك يا شوية هالمازوتات هدو. لا أنا ما بطلب من حدا شيء، والمدير آخر مرة إجا لعندي قال لي إنه الدائرة عم تتعرض لأزمة مالية وإنه نحنا لازم نقلل الاستهلاك، مفهوم؟ نقلل الاستهلاك؟ رح نموت من بردنا. إيدك إيدك على الصوبية، هاي الصوبية ملك المكتب وما بيقرب عليها حدا إلا أهل المكتب. بعدين المدير قال نقلل الاستهلاك يعني نقلل الاستهلاك. قلل خاطرك. قولي لي أمي اليوم بعد ما تركتك لقيتي شي بجيبت بابا؟ ما لقيت شي. وهذا اللي مجنني. لك يا أمي أنت عم تعبي حالك على الفاضي. هلأ معقول يا أبو سعيد على سن ورمح يتجوز عليك وأنت أحلى أم بالدنيا؟ الموظفين بكل الدنيا بيخلص دوامهم الظهر. بقى أبوكي ليش عم يتأخر لنصاص الليالي؟ وعلى شو؟ لا أصفر ولا أحمر، هالراتب هو هو. ليش ما قالك إنه المدير العام بذاته مسلمه مفاتيح الأرشيف؟ ايه ومعتمد عليها بشكل كلي. حاجة بقى انت التانية. المدير العام بهالوقت بيكون ببيته، بقى مين اهم ابوكي ولا المدير العام؟ صدقيني يا امي انك عم تتعبي حالك على الفاضي. بتعرفي يا ريت تكفي شغلك وتتركيني بهمي. روحي لشوف امي. شو رايك تحطي لك شويه مكياج؟ يوه فرحتي بقلبه لابو سعيد. شوفي على الحكي. لا ستي ما اقتنعت، قال المخلص لشغله والطموح بعمله ما ممكن يتسكر باب بوشه. معه حق وحكي وما في شيء. طيب ليش انتي مستنفره؟ مالي مستنفره بس يا هيام انا خايفه من افكاره. يا سهير انا احساسي انه شب طموح ما بيمنع انك توقفي معه. هيك قلتك؟ منشوف. سجل شفاء فرانسيسكا آل كينكون من الملاريا، وكانت نقطة تحول في سيرة هذا المرض الفتاك، وسميت القشور واللحاء شجرة الكينا، أما اسم الشجرة العلمي فهو سيلكوناد جريان، ومنها استخرج فيما بعد الكيفينين الذي ظل 300 سنة ملكا من ملوك. وقف يا اخي شوي. خير شو بدك مني؟ روس مني على المحل. ما في شيء بس لو سمحت شوي. خير شو في؟ بدي اسالك سؤال لو سمحت. وانت شو دخلك؟ لك اخي عم بسالك سؤال لو سمحت. حضرتك من الحاره؟ سؤال مو حرام؟ لا حرام اذا كان مو بمحله. عن اذنك يا اخ على مهلك ما جاوبتني على سؤالي. ليش انت شو بتشتغل حضرتك؟ أنا بلا صغرة أبو سليم مختار الحارة، والقصة وما فيها إنه كل يوم المساء وأنا رايح على البيت بشوفك ماشي بهالشارع ومرتبك وكأنك عامل لك شي عملة، فحبيت أتعرف عليك.
أنا ساكن بالحارة بالدخل الثالثة. أنا أبو سعيد الفرحان. هذا أنت؟ يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. نحن ما بنسمع غير باسمك وما بنشوفك. بخاطرك، أنا تعبان وبدي روح نام. الله معك، مع السلامة. خير؟ شو خير؟ أنت خير؟ شو صار معي؟ غلي قلبي عليك، ليش ما جيتي لهلا؟ نسيت، خليها لغير مرة. شو لغير مرة؟ صار لي نص ساعة حاجز طاولة وعم استناكي. اسمع حسان، بصراحة أنا عندي دراسة كتير وضروري حضر، ما بقدر روح اليوم، خليها لبكرة، بعدين تأخر الوقت. هلا هذا اللي طلع معك؟ طيب زهير، الحق مو عليكي، الحق علي أنا. أنا كنت حابب احتفل أنا وياكي بمناسبة استلامنا الدائرة. بدك ما تزعل مني، خلاص غير مرة. طيب زهير، مو بيناتنا، تصبحي على خير. معلش فراس حبيبي، في ظرف هيك شوي، تصرف بالطاولة. حاتم، اشرب الشاي سخن. حطي كاسة الشاي وقيمي الأكل. ابن عمي، مو شايف انك عم تاخذ ادويه كثير؟ عم تسال الدكتور يا ترى؟ انا صرت 100 مره قايل لك انه تقيم الاكل غرض غرض، شو بدي ضلني علمك؟ غرض غرض، فهمتي؟ شو هاد؟ قال شو؟ حطيت لي مكياج مثل البنات الصغار. يمكن طلع خلقه كله، لأنه لا عمامي ولا خوالي ولا حدا من الضيعة كلياتها بدق على بابنا وبيقلنا كيفكم. بدكم شي؟ عاوزين شي؟ سعاد، إذا بتريدي مشاني، وإذا كنتي بتعزي سعيد، شو بدك؟ كل ما أجي أسأل أمي ليش تركنا الضيعة بتقلي لا تكبر بتعرف، لا تكبر بتعرف، هي أنا كبرت، قلي لي ليش تركنا الضيعة. يا سيدي، هي شغلة مانا محرزة بنوب، أحكي لك إياها. مرة من المرات إجا خالك لعند أبوك وقال له بدي أخطب بنت أخوك، يعني بنت عمك، وهدولي أنت كلهم ما بتعرفهم. قام إجا أبوك دق على صدره وقال له هاي الشغلة عندي، وراحوا ليخطبوها. قام عمك وولاده طلعوا أبوك بالخجلة وما عطوا خالك بنته، قال شو؟ مو من مقامه. أم أبوك ساعتها حس بالإهانة. بس هي شغلة عادية وبتصير، والجواز اسمه نصيب. بس هي عند أبوك ما عادية بنوب، لأنه كسروا له كلمته، قام دب أغراضه ونقل وظيفته وإجا عالشام. سعاد، ضيعة حلوة؟ حلوة كتير يا إياد. Thank you.
أنا عم بحكي معك عن حياتي أنا وإنتي، مو لتحكي لي عن الأستاذ فوزي مع احترامي للمذكور. كله مرتبط ببعضه، بارح الأستاذ فوزي وبكرة الله أعلم الدور على مين. يا روحي شو هالحكي هاد؟ اسمع حسن، إذا بدك نضل أصدقاء أرجوك ما تحكي معي هيك، بعدين ما اتفقنا على شيء لحتى تحاكيني هيك حكي. طيب إذا مالك مقتنعة بهالشي ليش عم تروحي وتجي وتطلعي معي لكان؟ غلطة يا سيدي، غلطنا ومنك السماح. ليش عم تضحك؟ لأنك بتجنني، بتاخدي العقل خاصة وأنت معصبة. والدي الحبيب، والدتي الحبيبة، إخوتي الأعزاء، اشتقت لك يا أمي، اشتقت لأخواتي ولاد عمي ولاد ضيعة ولأبي كمان. لك شو يا منظومة؟ شو؟ شايفك عم تتعطلي كتير، فضحتينا. ها راح النهار وما اشتغلنا شي، كملت انقطعت الكهرباء. صلحك ولا لبكره؟ خليها لبكره، حاسس حالي تعبان. يا الله يا كريم يا رب. مساء الخير استاذ حاتي. اهلين اهلين ابو اسماعيل، شفت انقطعت الكهرباء؟ لا ما انقطعت، انا فصلت الباشون لانه كان في كونتاك بالسخانه. انت فصلت الباشون؟ الله يعطيك العافيه، تفضل اطلع برا. صحيح ابن عمي، انت ليه ما بتجي بكير؟ عم تتأخر كتير، كل ليلة بسخن العشاء انا والولاد وبنقعد بنستناك. شوفي ام سعيد، انا ما بحب حدا يحدد لي امتى اجي وامتى روح، فهمتي؟
صباح الخير. ليلى وحسن صباح الخيرات. تفضلي. تسلموا. يمين يا المسطرة يمين. انت مالك يا ابو حسن؟ خير. استاذ شو انا وين قهوتي؟ اشربها عند المدير بده اياك. هذا اللي كنت حاسب حسابه فضحتيني. سعيد؟ سعيد؟ اهلين ابو حسن. مرحبا بسعيد. اهلين اهلين ابو حسن، شو اللي جابك؟ بده اياك. مين؟ المدير. اهلين حسان. سلامات. تفضل اقعد هلا دقيقة واحدة بفضلك. ما مشكلة خذ راحتك. شو بتشرب؟ شاي. شو؟ مر معلم. شو كان اسمه هذا موظف الارشيف اللي بعتك ناديله؟ ابو سعيد. شو صار فيه؟ قال هلا بيجي معلم. ماشي. اثنين شاي. اي حسان. شان شو طلب المدير؟ شو اللي عم يصير؟ يا ترى شو اللي عم يخطط له حسان؟ ليه؟ يكون عيونه على المدير العام؟ لا بس هذا رفيقه مو الاستاذ فوزي، يعني مو معقول. ابو حسان خير امري؟ هيك من الباب تفضل. لا معلش مستعجل، بدي انزل على الارشيف مشان انده لهذا ابو سعيد. شوفي ابو حسان خير، بالاول حسان وهلا ابو سعيد، شوفي. بسيطة. كله منك. ماشي حال. حبيبي تعال الحقني شوفي اللي قراري. هاي مخصصة للارشيف فقط. شو أبو سعيد؟ ما قلت لك انه المدير بدها؟ ولا بدك تاكسي سكارسة لحتى تشرف؟ شو عم تقول؟ ما عم قول شبك؟ شو ما عم تسمعني؟ وين عقلك؟ بعدين انت شلون بتفوت بدون ما تدق الباب؟ هلا بلا باب بلا بلوط مالي فاضي لك، عم قلك المدير بده اياك بسرعة. قل له هلا بيجي. حلو. طيب يا ابو سعيد حلو كتير. استاذ حاتم روح قل له الاستاذ حاتم قال هلا بيجي. تكرم عيونك تكرم عيونك، بس اذا اجتك عقوبة انا ما دخلني خاطبك. شو بده المدير؟ أكيد عرف بعطل الآلة وراح يبهدلني. ولك شو دخلني لحتى صلح الآلة؟ الحق علي. لك بدك تصلح؟ بدك تصير مصلح يا أستاذ حاتم؟ بدك كل شيء مر تحت إيدك؟ أكيد الأستاذ هلأ راح ينزعج كتير إذا عرف إنه الشغل ماله ماشي مثل ما بده. وهي كملت، أبو حسن القاسي راح يجيب لنا عقوبة. عقوبة؟ ومن مين؟ من أبو حسن وبعد هالعمر بالوظيفة؟ هذا شيء ما بيصير بنوب، ما بسمح فيه. لسه مودي. أهلين وسهلين، شربت. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا مختار؟ اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. الله يخلينا اياك. يا هلا. سالت عن واحد بالحاره، قالوا ما حدا بيعرفه غيرك. مين الشخص اللي بدك اياه؟ اسمه حاتم الفرحان وبيقولوا له ابو سعيد. ايوه حاتم الفرحان. ايوه عرفته 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 الفرحان. امشي يدلك عليه شرف. كثر خيرك. تفضل. شو؟ شرفت اخيرا استاذ حاتم؟ وطي صوتك ابو حسن، شو صار؟ وطي صوتي ما. روح قل له الاستاذ حاتم هلا بيجي وحضرته روح جيبه بسرعه، خدام عندك وعنده ما هيك؟ بسيطه بسيطه ابو حسن، انت بتعرف انه انا كان عندي شغل. عندك شغل؟ بسيطه هلا بنتفاهم. ابو حسن قلت له اللي قلت لك اياه. اسمع مني، ما بتفوت لحتى اقول لك، مفهوم؟ مرحبا عمو. اهلين. البابا هون؟ لا بابا مو هون. بيطول ليجي؟ يعني احيانا بيطول لنص الليل. طيب مين في هون؟ امك هون؟ ايه امي هون. بس ليش عم تسال؟ لا لك سعاد ما عرفتيني؟ انا ابن عمك شريف. مين يا سعاد؟ عم بيقول انه ابن عمي شريف.
اهلا وسهلا، خليه يتفضل. تفضل يا شريف. معلم موظف الارشيف برا عم يستنى. قل له يجي لعندي بكره، مشغول انا والاستاذ حسان. حاضر معلم. اسمع لهلا، ما بدي حدا يفوت لعندي. ماشي استاذ حاتم. تعال بكره. شلون طلبني اذا ما بده يالي؟ هذا الشيء ما بصير. فعلا ما بيصير. شو الشغله لعبه؟ روح وتعال، روح وتعال. روح انت الثاني. يا اهلا وسهلا، روح على دراستك. روح. حاضر. اهلين فيكي. ايه مسعيد، يعني نحن حابين انك تحكي مع عمي مشان عمومه واولاد عمومه واخواته. يعني قد ايش صار لما فات بيتنا؟ شوف يا شريف، انت رجال طيب وكلياتنا بنحبك، بس انا ما بعرف شو بدي اقول لك. لا تقولي ولا تعيدي، نحن بنعرفه لعمي منيح، بس انا عم بقول بركي الله بيهديه وبيرجع للطريق. ان شاء الله. يعني مثل ما بتقولي نحن بلاء ما بنسوى شيء، وهو بلانا ما بيسوى شيء، بقى ليش ما نرجع نلم الشمل ونرجع مثل ايام زمان؟ ان شاء الله خير، بس يجي عمك انت احكي له. حسان انا اطلعت على المشروع اللي قدمت لي اياه وعجبني كثير كثير. صحيح المشروع بيكلف، بس انا بشوف انه له الاولويه لانه هذا الشيء كثير مهم. شيء كثير عملي انه نخلي مؤسساتنا بمصافي المؤسسات والشركات اللي بالدول المتطوره. بعدين هذا مشروع التخرج تبعك انا بعرف. لأنه مثل ما بتعرف اليوم الحضارة تجاوزت الأساليب التقليدية بالتوثيق والأرشفة، يعني بدل ما نخصص أماكن كبيرة واسعة للوثائق والمصنفات صار الموضوع أسهل وأبسط من هيك بكتير. فعلا الكمبيوتر شغلة حضارية، بس القرار مو بيدي، القرار بيد الوزارة. على كل أنا ما بتخيل أن الوزارة تأخرنا، بالعكس راح توافق وراح توافق بسرعة لأنه هي بادرة كتير مهمة. عند المدير؟ عم تحكيني إلي؟ لا سلامتك. شو أنا بحتار روّس. والبركة كم ولد صار عندك؟ صبيين وبنت. الله يسلمهم. تسلمي. إيه بس لا تأخر. حاضر. وما شاء الله قديش صارت أعمارهم؟ الكبير مثل ما بتعرفي صار 7 و5 و3. الله يخلي لك يا أمو. الله يخليك. تفضل. لا تواخذنا، تأخرنا عليك بالغدا. تفضل. كله خير، بس المهم عمي ما يتأخر. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عجبك يا محترمي؟ هيك راح نضل نصاص الليالي، لأنه حضرتك من الصبح ما اشتغلتي. عجيبة، ليش هيك عم بصير معي؟ طول النهار واقف على باب المدير وحضرته ماله فاضي. عجيبة عجيبة الأستاذ صبحي، شو صاير له؟ بس بكرة راح عاتبه. أهلين ابن عمي. أبو سعيد ليش هيك؟ شو اللي جابه؟ ما بدهم يتركوني بحالي؟ تركت لهم الضيعة ولسه لاحقيني؟ وطي صوتك، وطي صوتك، هلأ بيسمعك. أنا بدي إياه يسمعني وراح يشوف بعيونه كمان. شوف يا شريف أفندي، بتروح وبتقول لكل قرايبينك بالضيعة ما حدا يجي لعندي، فهمت؟ بدل ما تسلم علي وتسألني عن أحوال الضيعة. اتركوني بحالي، أنا رجال مريض، راح تخلوني موت، لكن اتركوني بحالي. وجبة!
طول بالك يا ابو سعيد، طول بالك. شبك هذا ابن اخوك. شوف وبتقول لهم ما حدا يجي لعندي، فهمت؟ أبو سعيد اللي عملته بابن أخوك؟ شريف ما له ذنب؟ فشيت قهري يا أم سعيد. شو نسيتي؟ نسيتي يوم كسروا كلمتي بالضيعة؟ إذا شريف هلأ طلع من بيتي زعلان، أنا طلعت من الضيعة وقلبي محروق عليها. الله عما مضى يا أبو سعيد. لسه ما آن الأوان. بس أماني يا أم سعيد، إذا صار لي شيء دفنيني بالضيعة. بعيد الشر يا رجال، بعد عمرين طويل. أنا صارت عندي. إيه تفضل. صارت عندي المعلومات كاملة. إيه موجودة على النسخة. إيه طبعا. مرحبا أستاذ. أهلين وسهلين، تفضل. بقدر أبعث لك ياهم على الفاكس. طبعا فورا ببعث لك. يعطيك العافية. تفضل تفضل عود. شكرا شكرا استاذ. قلنا لك تفضل، يعني تفضل اقعد على الكنبايه. شبك؟ حاضر 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 استاذ. انت موظف قسم التصوير؟ كنت استاذ، عينتوني رئيس قسم النسخ. اصلا باللوائح كلياتها ما فيك تسمية. حضرتكم استاذ. انا من ايمتى؟ من 3 سنين. بس انا من 3 سنين ما كنت المدير. انت مو الاستاذ صبحي؟ الاستاذ صبحي صار له اكثر من سنة منتقل من هون. شلون؟ كيف؟ ايمتى؟ هذا الشيء ما بصير. شو هو اللي ما بيصير؟ عفوا. ارتاح 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 ارتاح. تفضل. شو قلت لي الاسم الكريم؟ حاتم. ارتاح شوي، معلش بعدين. تسمح لي استاذ روح على الغرفة اخذ دواء. ايه تفضل. شكرا استاذ. روح خذ دواء تبعك وبس ارتاح لك شوي بنبقى نحكي بالموضوع. حاضر استاذ. مع السلامة. عفوا. مين هاد؟ موظف الارشيف. انا قديه صار لي بالدائرة؟ بحياتي ما شفته. صبحي طار. بس مالك حق بنوب يا استاذ صبحي انك تروح وما تودعني. ليش مين انا حتى الاستاذ صبحي يودعني؟ انا ما
الأستاذ حاتم ولازم يودعني. وأنا شو راح يصير فيني؟ سنتين وأنا عم بشتغل ليل نهار، الدوام الإضافي والدوام الرسمي، وقول لحالي يا ولد بكرة بتجمع لك قرشين نضاف بتعمل فيهم مشروع لأولادك. كنت متأمل بهالشغلة يا حاتم، بس هلأ مين راح يضمن لي حقي إذا قلعوني؟ موظفين مثلك. شو وينك عم دور عليك من الصبح؟ وين كنت؟ وين بدي يكون يعني؟ عند المدير العام، بعت لك القضابير مشان تدرسهم، بده رأيك فيهم. شو ما ضل غير حسان بالدائرة؟ فعلا شو ما ضل غيرك؟ شريف على بيتنا، اكيد ما في غير انتي، انتي اللي بعتي لهم العنوان مو هيك؟ لا تكذبي، احكي ولا كلمه. انا ما دخلني، هو راح لعند المختار ودله على البيت. المختار وصار يتدخل بخصوصياتنا كمان؟ بسيطه. استأجر شوي، بعثني المدير مشان عندها الأستاذ حاتم. الأستاذ حاتم مو بمكتبه، ولا تتحجج. وينه ليه؟ طلع برات الدائرة. طلع برات الدائرة؟ ماله بالعادة؟ له سنين ما سواها. أبصر شو فيه. ماشي العال، مو مشكلة حبيبتي، مو مشكلة. وينك لبسي الأولاد؟ دفيهم منيح، بنروح نتغدى ببلودان. ايه ثلجات حلوين هنيك صراحة، بننبسط مع بعض كلياتنا، ودق لي أخوك ناخذ معنا. ايه ماشي الحال، الله معك، مع السلامة. أهلين وسهلين. يا أهلا وسهلا، شرفتنا. أهلين وسهلين، شو هالزيارة الحلوة يا أبو سعيد؟ أخي أنت مختار الحارة على عيني، أما إنه كل ما يجي واحد من الضيعة تدله على بيتي، هاي ما برضاها به. شو القصة؟ شو الموضوع؟ تفضل، خد لك سكر أروي. ما باكل حلو. اسمع يا أبو وليد. أبو سليم. أبو سليم، أبو وليد مو مهم، المهم أخي لا تدل حدا على بيتي، الله يرضى عليك، بخاطرك. عود قاعدين. Thank you.
ما في لك عنا اسمي. ما في عنا بنات الجواز. البنت صغيرة. بكفي انك تجوز من عنده. ما لك عنا نصيب. ما في لك عنا نصيب واسمي. اخي دور، نحن ما بنعطي غرب. البنت صغيرة. اخي بكفي، انت تجوز من عندهم. ما لك عنا نصيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. شو ما شفناك اليوم؟ شوف، إذا بدك تسألني عن المدير العام، ما بعرف شي بنوب، لأول مرة بالتاريخ ما بعرف شي. وشوفت عينك مثل مكوك الحايك، فايت لعنده طالع من عنده، ناس فايت لعنده ناس طالع من عنده. أبو حسن هات شاي، أبو حسن خد قهوة. شوفت عينك. لو بدي أسألك عن المدير العام ما جاوبتني هالجواب كله. لكون عم تسألني عن أنسة سهير. بتعرف ليش ما أجيك اليوم؟ ولا بكرة ولا بعد بكرة، أنا ما بعرف شي. أستاذ حاتم؟ يا أستاذ حاتم اتفضل. الله يعطيك العافية. أهلين. الله يعافيك. أمور. على مهلك. شو بتريد؟ ولا شي، سلامتك. شو ما عرفتني؟ أنا المهندس حسان. لا ما عرفتك. أنت مين بلا صغرة؟ أنا حسان يلي كنت مبارح عند المدير يوم طلبك. شو نسيتني؟ إيه عند المدير. شو بتأمرني؟ لا ما في شي سلامتك، بس شفتك مبارح طالع بكير من الدائرة. خير في شي؟ شو حضرتك مراقب دوام؟ أنا بداوم على كيفي. لا مو القصد، العفو، بس إن شاء الله خير طلعتك من الدائرة. هذا مو شغلك. طيب مو شغلي مو شغلي، بس مبارح بعد ما رحت المدير طلبك. المدير طلبني؟ أبو حسن شبك؟ شوفي، شو زعلان مني؟ ليش حتى أزعل منك؟ بس المدير بعت وراي بدي روح شوفه. طيب هلأ بتروح بتشوفه للمدير؟ بس ليش ما عم تمشي لنا الشغل؟ خدام شواربك أنا. أمور اللي وين سهير؟ كل شيء بحسابه. طيب كل شيء بحسابه، نحن ما حكينا شيء يعني. بس وينها؟ قدمت إجازة مرضية 4 أيام. لحظة نزار، بجيب نظارات. شو اللي عم بيصير؟ المدير العام الجديد اللي ما بعرف اسمه عم يبعث لي كل يوم. يا خوفي يكون. لا 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 مو معقول. طيب هيك ما بتكون خالفت اللوائح؟ شلون؟ أخذت إجازة مرضية أنا مالي مأشر لها عليها. هي إجازة اضطرارية مو مشكلة، بعدين على علمي أنتوا رفقة، قصدي زملاء بالمكتب. أستاذ حاتي أنا ماني غريب. أماني أماني اللي إذا بدك شي من عيني هي قبل هي، بدك مصاري لعيونة الأولاد فيهم شي. لا لا أبو إسماعيل، بس يعني الموضوع كنت بدي أسألك، الأستاذ صبحي إمتى طار؟ طار؟ قصدي إمتى ترك الدائرة؟ صار له أكتر من سنة. بعدين هو ما ترك الدائرة. لكن لوين راح؟ صار وزير؟ لا صار سفير ببلاد برا. دقيقة أنا مش معي. دقيقة أعطيني البخاء، أعطيني كاسة مية. Thank you.
ابن عمي خليك اليوم، لساتك مريض. ما بقدر، عندي شغل كثير. شو بيعرفك انت؟ ارتاح اليوم، اليوم بس. بعدين ابو اسماعيل قال بياخذ لك اجازه. اللحشه اللحشه خذ. هات لك. ايه والله يسلموا يا سعاد. اهلا وسهلا. يسلموا. مرت عمي، عمي بتاخر ليجي. الحقيقه ما بعرف شو بدي اقول لك يا شريف. خير ام سعيد؟ احكي، انا مالي غريب. لا ما في شيء، بس هو عاده بيتاخر. بسيطه بسيطه. على كل حال أنا لازم أرجع الضيعة، ما بقدر أتأخر، عندي شغل. أم سعيد، نحن عرس أخي فرحان على العيد وبدنا عمي يكون معنا. إن شاء الله ألف مبروك. نام عنا الليلة وبكرة بترجع على الضيعة، بلكي بيكون إجا عمك وبالمرة بتحكي له. ما بقدر لأنه عندي شغل بكير بالبلدية. أماني أماني يا شريف، بتسلم لي على أهلك وعلى أمك وأخواتك البنات وعلى كل العيلة. على رأسي. بيصل، سلام عليكم. الله معك. سلامة. مع السلامة. مرت عمي، فكر تقنعي عمي أبو سعيد يجي على العرس، يعني هو كبير العيلة وتاج رأسنا، والله نحن بحاجته. عفوا عفوا عمو. ولا يهمك عمو حبيبي، سلام عليكم. الله معك، مع السلامة. كل هالشغل راح بوش، وانا عم اقنع حالي انه استنى يا حاتم، بكره الشغل بيخلص وبتاخد الاضافه دفعه واحده، منشان شو؟ منشان ارضي الاستاذ صبحي. طب انت قلت يا زول انا يا زول لا. طيب زي اللي عندك، لا تحكي لي القصه من اولها. حرف العافية. الله يعافيك يا أم سعيد. بتعرفي حاسس حالي عرقان والسحلة ما عم تفارقني. يلا قربت عطلة العيد، بلكي بترتاح لك شوي. ومنين بدها تجيني الراحة يا أم سعيد؟ صحيح، كيفهم الأولاد؟ بتعرفي اشتقت لهم. استنوك ولما تأخرت ناموا. شو جبتي لهم على العيد؟ أو شو بدنا نجيب يا أبو سعيد؟ كله على قد الحال. ممتاز. هيك طبعاً الدراسة بتكون جاهزة، هذا غير عروض الشركات. يسلموا إيديك أستاذ حسان، بالفعل أنت مهندس نشيط والواحد بيقدر يعتمد عليك.
هذا من لطفك يا أستاذ عصمان. في لجنة رح تطلع تختار النماذج حسب الدراسة والمواصفات. أنا رح أعمل جهدي تكون أنت المهندس اللي يطلع معها. بدي إياك تكون قد وقدودها. أنت بتعرف إني أنا جاهز دائما. هذا أملي فيك. بالمناسبة أنت عملت دراسة لحجم الأرشيف بالدائرة؟ لا، أنا حطيت تصور حسب واقع الدائرة وتوسعها المستقبلي. أنا بفضل إنك تنزل مرة تانية على الأرشيف وترد تعمل دراسة مشان تكون دراستك أدق. ما صار شيء، اليوم بروح على الأرشيف وبعمل له دراسة. من هلأ؟ حاضر. مرحبا، كيفك؟ لا تواخذني معرفتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه نزار، انت سلمني على ماما، انا على العيد ان شاء الله بكون عندكم. مع السلامة. مع السلامة. شو عندك شغل؟ ما عندي شيء. ليش؟ كنت حابب تروحي معي لعند موظف الارشيف، تعرفي؟ ايه لكان ابو سعيد. طيب يلا. جبته، قال لي زمان ما شفته انا كمان. يلا. وينك انت؟ المدير صار له كم يوم عم يدور عليك. في عنده حدا هلا؟ لا ما عنده اوامر. روح فوت لعنده. تفضل. مرحبا استاذ. اهلين استاذ حاتم، انا بعت وراك لانه بدي اطلب منك طلب صغير. انت بتأمر استاذ. العفو يا زين. في الاستاذ حسان حابب يعمل دراسه عن الارشيف، بقى يا ريت لو تساعده شوي. ساعده بالارشيف؟ خير استاذ، انا قصرت بشي؟ هدول شوية سهلة أستاذ، ما بيأثروا على شغلي. بعدين أستاذ اتأكد أنه أنا مستعد نام بالمكتب أستاذ إذا كنت مقصر بشي. أنا صار لي سنتين أستاذ. يا رجل عم أقول لك المهندس الأستاذ حسام بده يعمل دراسة عن الأرشيف، ساعده، مفهوم؟ مفهوم مفهوم أستاذ، شكرا. عمي أبو سعيد. يا عم أبو سعيد، غريبة، وين أبو سعيد؟ ما قاله بالعادة يترك الأرشيف مفتوح. شو هالأرشيف هاد؟ شو عم تسوي هون ها؟ شلون فتوا على الأرشيف وما في حدا؟ لا تواخذنا عمي أبو سعيد، الله يخليك، هاي غلطتي، فكرناك جوا. وانت يا أستاذ شو عم تسوي عندك؟ أنا المهندس حسان الدجاني. تشرفنا إنه أنت الأستاذ حسان، بس ما بتصير تفوت على الأرشيف إذا ما كان في حدا. اتفضلوا اطلعوا لبرا، دقوا الباب واستأذنوا. مور معلم. داري على الأستاذ حسان من مكتبه. الأستاذ حسان مو مكتبه. لكن وين؟ هلأ من شوي شفته رايح على الأرشيف. ايه صح، قل له بس يخلص يجي لعندي، عاوزه. حاضر. أنا معك، بس معقولة في هيك ناس؟
شو بدك تعمل؟ بدك تطول بالك عليه شوي، هو هيك طبعه صعب. منيح اللي جبتك معي. تفضل. اسمح لنا ندخل؟ تفضل لنا. بتمنى انك تكون ارتحت شوي وهديت هيك. انا باسمي واسم الانسس وهير بنعتذر عن الازعاج اللي سببناه لك يا قبل شوي. الاصول اصول يا استاذ. خير؟ شو في؟ هلا كنت عند المدير ووصاني فيك. اي خدمه ممكن اقدم لك اياها؟ اللي بدي اقوله انه يلا عن اذنكم، انا عندي شغل وانتم بدكم تشتغلوا. ان شاء الله لا تواخذنا عمي ابو سعيد، انت الخير والبركه. يلا بخاطرك. الله معك يا بنتي. ايه استاذ حاتم؟ ايدك. اي شيء بدك اياه اطلبه مني وانا بقدم لك اياه. هي اللي بدي اقوله يا استاذ حاتم انه الدائره رح تجيب اجهزه كمبيوتر لتخزن فيها كل هالمعلومات والوثائق اللي موجوده هون. ايدك. الدنيا تطورت، يعني صار بامكان جهاز قد هالمصنف يستوعب كل هالمعلومات والوثائق اللي موجوده بهذا المكان. استاذ حاتم بدي اسالك سؤال، يعني انت شو بتقعد تعمل هون بالعاده؟ عم صور الارشيف. انو ارشيف؟ هذا الارشيف كله. معقوله عم تصور كل هالجبال من الورق؟ هي اوامر السيد المدير السابق. وليش عم تصوره؟ عم نساوي نسخة تانية. استاذ حاتم فهمني، انت متأكد انه المدير السابق قال لك انك تصور كل هالارشيف؟ انا ما بكذب استاذ، قلت لك الاستاذ صبحي قال لي. بس هذا الارشيف منسق لانه تجاوز الفترة القانونية لحفظه. شو عم تقول؟ مثل ما عم قل لك، شوف التاريخ. شو عم تقول لي وما تقول لي؟ هذا شيء مو معقول. لا معقول، بس اللي مو معقول انه ان شاء الله ما صار لك زمان عم تصور فيه. شو ما صار لي زمان عم صور فيه؟ صار لي سنتين عم بشتغل فيه وصرت راح اخلص. راح تخلص. ومنين جبت ورق لتصوير كل هالارشيف؟ ما جبنا ورق يا ابني، ما جبنا ورق. كان في عنا أزمة ورق. الأستاذ صبحي علمني على طريقة جديدة، نصور الورق اللي على اليمين على قفا الورق اللي على الشمال، وهيك كنت عم اشتغل. مو معقول، تخيل صار له سنتين عم يشتغل بأرشيف منسق. أنا كتير زعلان عليه لهالموظف. طول بالك، عاد رح أطلب لك فنجان قهوة، بكرة الصبح بنشوفه. هي عادة شك فيني بطلية. مو قضية شك يا حسان، القضية إنك بدك تاكل الأخضر واليابس وما عم تطلع على النتائج. ما بهمك إذا حدا انضر أو تأذى، مهم عندك توصل وين بيوصل هالباب. مو مشكلة، طيرت مدير المكتب وما سألت فيه. هلأ شو عم ترسم للمدير العام؟ دير بالك يا حسان، هالباب يمكن وراه شي. بعدين هذا رفيقك. لك شبك ليش ما عم ترد؟ سبا قلت لك يا سهير انك بتجنن، بتاخذي العقل، خاصة انه انت معصبة. حيرتني حيرتني. شو عامل معك؟ يوم متمكجة مثل البنات بأول عمرهم، ويوم ريحتك بصل وتوم. قلي شو بدك؟ شو بدك؟ خليني لوحدي يا أم سعيد. روحي نامي، أنا ما بدي نام. هلأ ما عاد عجبتك؟ ما بكفي، ما بكفي إني متحملتك ومتحملة مرضك. حرمتني من أهلي ومن ضيعتي مشان شو؟ مشان تجي عالشام؟ قلي أنت شو قصدك؟ على شو شايف حالك؟ على شو؟ صباح الخير. صباح النور بابا. ما بدنا نروح على الضاعة؟ علي درس ابن عمي. ابن عمك؟ ايه ابن عمي فرحان. شو الموضوع؟ عرس ابن اخوك فرحان على العيد. ومين خبرك؟ شريف اجا لهون وقال لي. ايوه اجا مرة تانية لهون. وليش ما قلتي لي؟ ما كان في فرصة لقلك. بابا الله يخليك، خلينا نروح على الضاعة نحضر عرس ابن عمي. ماشي الحال.
مرحبا بسعيد. سعيد؟ يا أهلين أبو حسن، خير؟ شلون فتت؟ إجا المدير. مرحبا. يا أهلين أستاذ، زارتنا البركة. تفضل تفضل أستاذ. شكرا شكرا. شو اللي عم نسمعه يا أستاذ حاتم؟ خير أستاذ. عم تصوروا الأرشيف نسخة تانية؟ صحيح أستاذ، حسب أوامر السيد المدير السابق. مدير السابق؟ نعم أستاذ. طيب، قال عم تضل الساعة 10 كمان بالليل، صحيح الكلام؟ صحيح أستاذ. يعني أنت عم تشتغل شغل إضافي؟ نعم أستاذ. طيب عم يحاسبوك على هالشغل الإضافي؟ لا أستاذ، أنا ما عم باخد مصاري، لأنه أنا كنت مفكر أنه الأستاذ صبحي الله يسامحه عم يجمع لي إياهن ويعطيني إياهن دفعة واحدة بعد تصوير الأرشيف. معقول هالكلام؟ معقول هالكلام يا أستاذ حاتم؟ هلو بقى يا أستاذ عصمان. بتعرف انه شغله للمسكين ما له شخص فائدة؟ بعرف طبعا. هذا الورق كله بينزل على ديسكات كمبيوتر، بعدين المكان ممكن يصير 20 مكتب هون محله. بعدين الأستاذ حاتم حتى لو فكرنا نستفيد منه ما رح نقدر، لأنه خلال فترة وجيزة رح يطلع تقاعد. بتعرفي أمي؟ حسيت إنه بابا متغير شوي. أكيد ما رح يخلينا نضل هيك، لا عمام ولا خالات ولا أخوال، وكأننا مقطوعين من شجرة. بعدين في فرصة هلأ كتير كتير مناسبة لتخليه يصير روح عداعة. عرس ابن عمي وعطلة العيد. لا أمي لا، الله يخليكي، بخاف إذا أبوكي رجع طلع عداعة يعلق مع عمك ولاد عمك مثل ما علق معهم من 5 سنين كرمال أخي. بس يا ماما، هدول كلهم اللي عم تحكي عنهم نسيوا، ولازم بابا ينسى بقى. بتعرفي أبوكي وقديش طبعه صعب. هلأ أنتي وأخوكي قديش صار له ما قعد معكم ولا شافكم. خايفة يكون كله من هالحرباية. أنا حرباية بتقصدي؟ لا تقولي لي إنه متجوز ماما. شيلي لي هالأوهام من راسك. أوهام؟ يا ريت تطلع أوهام. ليش؟ لأنه كل شغلي ماله أي فائدة يا أبو إسماعيل، وبدون تكليف رسمي. كيف؟ شوف، أولاً الأرشيف الموجود بالغرفة رقم 15 منسق. ثانياً، آلة النسخ مستعملة ولا يمكن الاعتماد على نتائجها لأنها تتأثر بالعوامل الجوية. ثالثاً، لا يمكن أن تحفظ وثيقة نقوم بتصويرها على خلفية وثيقة أخرى علماً أن الوثيقتين منسقتين. شلون يعني؟ ما فهمت. ولا راح تفهم يا أبو إسماعيل، أنا طول عمري عايش بكذبة، متحمل المرض ومعذب حالي منشان أرضي الأستاذ صبحي. أنا تعبان يا أبو إسماعيل. يا أستاذ حادي، مدالك تعبان ما تروح على البيت وترتاح؟ ليش؟ مين قال لك أنا مو حابب ارتاح؟ من سنين ما شفت الشمس، حتى ولادي ما عاد شفتهم. منشان شو يا أبو إسماعيل؟ قلي. قالوا نعم. حاضر حاضر أستاذ. شكرا 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 جزيلا، وكل عام وانتم بخير. سلفا، مع السلامة. مع السلامة. مبروك، السيد الوزير وافق على ترشيحي لك. لشو أستاذ؟ الشركة اللي اشترينا من عندها أجهزة الكمبيوتر من تقاليدها أنه تستضيف شخص أو شخصين على نفقتها باليابان، تعمل لهم دورة، وأنا شفت أنه أنت الشخص الأنسب لأنك تطلع هيك طلعة، بس ما لي عرفان مين بدي حط معك مرافق. تسمح لي أنا رشحه أستاذ؟ أنا على حسابي بدهم يتطوروا الأرشيف. ليش أنا شو ناقصني حتى ما أتعلم كمبيوتر؟ لك أنا
بيوم واحد بيوم واحد تعلمت عليكي. لك وينه ابو اسماعيل؟ وعدني يجيب لي دواء ولحد هلا ما اجا. خير ابو اسماعيل؟ شايفك هون جايب له دواء الاستاذ حاتم هالمسكينه الساعه اللي عم تاكله اكل. مسكين امبارح شفته ما عرفته. لك الله يكون بعونه واللي تعبه اكثر اللي صار معه بالاخير. خير ان شاء الله. عن اذنك. وين فش ربك كاسه شاي؟ ما بقدر عم يصير معي عصبي من الشاي. مع السلامه. خير ان شاء الله. شو عامل؟ قلبي حاسسني انك عامل عملي. انا بدي افهم انت لايمتى رح تضلي تشكي فيني. طيب رح بطرح عليكي مشروع بتجاوبي بكلمه واحده يا ايه يا لا. ما بدي اعرف بالاول. صار لنا سنتين مع بعض، انا بحياتي وعدتك بشي؟ لا. طيب أنا عازمك على شهر عسل باليابان. سهير تتجوزيني؟ هاي مكافأة بتعطيها للأستاذ حاتم تقديراً لجهوده اللي قدمها للمؤسسة. بس الأستاذ حاتم مو مكتبه. هي ما صار شي، بكرة الوقفة بتعطيها هون. حاضر. لازم يوصلوها. حاضر معنا. يعطيك العافية. أهلين. لا تنسى تقفل المكتب. حاضر. خير بابا؟ وش بك؟ تعبان؟ لا بابا. لا لا. لا تخافي. ما فيني شيء. وين أمكم؟ ماما برا عم تلم الغسيل. حياة؟ يا حياة؟ ايوه ايوه ايوه. اهلين ابن عمي. خدي انزلوا على السوق واشتروا هدية للعروسين. انو عروسين؟ فرحان وعروسته بتضيع. أنا قررت أرجع أضيع. Thank you.
انت مو الاستاذ صبحي؟ بدك ياهم يقولوا عني يا ابو اسماعيل انه انا عم دفي حالي واصرف المازوت؟ لك بدك تصلح، بدك تصير مصلح يا استاذ حاتم. عجبك يا محترمي، هيك رح نضل انصاص الليالي. فشيت قهري يا ام سعيد، شو نسيتي؟ نسيتي يوم كسروا كلمتي بالضيعة؟ اذا شريف هلأ طلع من بيتي زعلان، انا طلعت من الضيعة وقلبي محروق عليها. سنتين وانا عم بشتغل ليل نهار، الدوام الاضافي والدوام الرسمي، قول لحالي يا ولد بكرة بتجمع لك قرشين نضاف بتعمل فيهن مشروع لولادك. كنت متأمل بهالشغلة يا حاتم، بس هلأ استاذ حاتم كل عام وانت بخير. وانت بخير يا ابو اسماعيل. ما بدك تعيد على سيادة المدير العام؟ سبقني لاحقك. شبك إياد؟ ليش مبوزة؟ أنا مالي رايحة على الضيعة. مانك رايحة على الضيعة؟ رفقاتي كلياتهم هون، هونيك ما بعرف حدا. شو نسيت يا إياد إنه أنا كمان طالبة جامعة؟ منصير نجي على الشام سوا ونرجع على الضيعة سوا. يلا قوم، هلا بيجي أبوك بيلاقينا مشغلين شي، بيعملنا مشكلة. يلا حاجة العود، قوموا كل واحد ياخذ غرض، يلا هلا بيجي أبوكم. ليلة العيد أنستي